السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مسلانة عبد الهادي من مدرسة جيل الراشد. اليوم يا سابع إن شاء الله سنأخذ قصيدة هذه بلادي للشاعر حبيب الزيودي. سنقرأ الأبيات ونقوم بإعطاء الأفكار الرئيسة وتوضيح أبرز المعاني والمفردات، ومن ثم الإجابة عن الأسئلة في صفحة 50. هذه بلادي، سكبت أجمل شعري في مغانيها، لا كنت يا شعر لي إن لم تكن فيها. هذه بلادي ولا طول يطاولها في ساحة المجد أو نجم يدانيها. ومهرة العرب الأحرار لو عطشت نصب من دمنا ماء ونرويها. يا أيها الشعر كن نخلا يظللها، وكن أمانا وحبا في لياليها. وأيها الوطن الممتد في دمنا حبا أعز من الدنيا وما فيها، بغير كعبتك الشماء ما وقفت هذه القصائد أو طافت معانيها. هذه صفاتك إني إذ أعددها على الأنام فإني لست أحصيها. هذه بلادي بها الأحرار قد طلعوا أقمار حق أضاءت في دياجيها. بداية سنبدأ بترقيم الأبيات التي أمامنا هي 8 أبيات. الشاعر حبيب الزيودي هو شاعر أردني ولد عام 1963، له عدة دواوين شعرية. نعرف إيش هي الدواوين للشاعر حبيب الزيودي. الشيخ يحلم بالمطر، الديوان الأول، الديوان الثاني منازل أهلي وطواف المغني، والديوان الرابع هو ناي الراعي الذي أخذت منه القصيدة التي أمامنا. طبعا بالنسبة لترقيم الأبيات لتوضيح الأفكار الرئيسية، أن كل مجموعة من الأبيات كانت تتحدث عن فكرة معينة. الأبيات الأول والثاني والثالث تتحدث عن محبة الشاعر لبلاده وتضحية الأبناء من أجل هذه البلاد. الأبيات الرابع والخامس والسادس دور الشعر في نصرة البلاد وقصائد الشاعر لا يكتبها إلا من أجل بلده الأردن. الأبيات السابع والثامن صفات هذه البلاد التي لا تعد ولا تحصى. بالنسبة للمعاني رح نكتفي بالمعاني الموجودة بالكتاب، اللي هي سكبة بمعنى صبة، المغاني مفردها المغنى وهو جمع تكسير، المقصود الوطن الذي يستغني به أهله عن سواه، شع سطع يدانيها يقاربها، الأنام البشر، الطول، وننتبه للضبط في كلمة الطول بالفتحة والشدة على حرف الطاء وهي الفضل والقدرة، الشماء العالية المرتفعة، الدياجي وتعني الظلمات. أي معنى مش واضح بإمكانكم أنكم تتواصلوا معي تسألوني عن أي معنى. أنا أرى أنها جميعا وهذه من سمات الشاعر التي هي وضوح الألفاظ والمعاني. السؤال الأول يقول الشاعر: سكبت أجمل شعري في مغانيها، بما شبه الشاعر شعره في مغانيها. تحدثنا المغاني المقصود به الوطن، إذن شبه بما أنه قال سكبت، والسكب هي صفة السائل، إذا شبه شعره بالشراب. من المقصود بالضميرها في مغانيها؟ لا شك أنه يعود على الأردن، الهاء في مغانيها تعود على الأردن. يفتخر الشاعر بوطنه في البيت الثاني، فما الصفة التي يفاخر فيها؟ نعود للبيت الثاني، هذه بلادي ولا طول يطاولها في ساحة المجد أو نجم يدانيها. الإجابة صفة العلو والسمو. حدد البيت الذي وردت فيه كل فكرة مما يأتي. لذلك قمنا بترقيم الأبيات حتى نختصر الوقت ونجيب بسهولة. ألف: حب الوطن يجري في أبنائه مجرى الدم في العروق، وهو البيت الخامس. وأيها الوطن الممتد في دمنا حبا أعز من الدنيا وما فيها. ب: استعداد أبناء الوطن للتضحية من أجل وطنهم. البيت الثالث: ومهرة العرب الأحرار لو عطشت نصب من دمنا ماء ونرويها. السؤال الرابع: خاطب الشاعر الشعر وكأنه إنسانا يكلمه، حدد البيت الذي يظهر في هذا الأسلوب. البيت الرابع حينما قال الشاعر: يا أيها الشعر قعر، يا أيها الشعر كن نخلا يظللها، وكن أمانا وحبا في لياليها.
على ما يدل قول الشاعر: لا أحصيها في البيت هذه صفاتك، إني إذ أعددها على الأنام فإني لست أحصيها. تدل على الكثرة، لست أحصيها تدل على الكثرة، وهي كثرة محاسن هذا الوطن وكثرة خيراته. السؤال السادس: حدة البيت الذي يدل على كل تشبيه فيما يأتي. تشبيه الشعر بالنخل ذي الظل اللي هو البيت الرابع: يا أيها الشعر كن نخلا يظللها، وكن أمانا وحبا في لياليها. الهاء تعود على الأردن، في جميع الكلمات التي وردت فيها الهاء تعود على البلاد وهي الأردن. تشبيه الأردنيين بالأقمار في الليالي المظلمة: البيت الأخير حينما قال الشاعر: هذه بلادي بها الأحرار قد طلعوا أقمار حق أضاءت في دياجيها. أرجو تثبيت التسجيل على الأفكار حتى يتمكن الطلاب من نقلها. انقلوها كما اعتدنا على ذلك على دفاتركم. يمكنكم الآن التقاط صورة للشاشة. بالنسبة للواجب يا سابع: نسخ القصيدة كاملة بالحركات على الدفتر، ومن ثم حفظ أول 4 أبيات من القصيدة. أي سؤال أي استفسار بإمكان